السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يا جماعة ناس عاملة فيديوهات وعاملة طبعا قناة من القنوات المشهورة جدا جدا اللي حضراتكم يعني بسم الله ما شاء الله كله مشترك فيها بالملايين. بتبص تلاقي هو بيروج لنوع من الفيتامينات ملوش أي يعني صحة خالص، يعني انا جربته قبل كده الكلام دوت ولا بيعمل اي حاجه مع العصافير، ويقول لك الكميه محدوده وابعت على الرقم كذا على كاش ومش كاش. الكلام ده كله يا جماعه ضحك على الدقون، ضحك على الدقون، عشان دي قناه كبيره وعليها الاف المشتركين، انما انا لسه قناه صغيره لا عليا حد ولا بتاع الحمد لله. وانا يعني انا مهما اقول لكم اشتركوا في القناه ولا حد بيشترك ولا بتاع، قليل الاول اللي بيشترك الحمد لله، يعني احمد ربنا. انا بقول الحاجه اللي بتفيد واللي بيخلصها ضميري، الحاجه اللي بيخلصها عليا ضميري. الحاجه ديت يا جماعه اللي هو يقول لك كميه محدوده وكميه فيتامينات بتعمل كذا وكذا في العصافير، لا 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 لا، لا فيتامينات بتعمل حاجه في العصافير ولا بتاع. انت بتهتم بعصفورك عن طريق الاكل الطبيعي اللي ربنا خلقه. يا جماعة العصافير اللي طايرة في الكون ديت، هل العصافير دي بتاخد فيتامينات؟ فكر فيها كويس. العصافير دي بتطير في الكون دي ها وبتطير آلاف الأميال وبتبقى عايزة صحة جامدة، هل ديت بتاخد فيتامينات؟ لا طبعا، دي بتاكل من الطبيعة أكل. فأنت نفس الكلام، أنت بتحط لها الأكل من الطبيعة اللي هو بركم وفلارس، وبتحط لهم كمان المحفزات زي البيض زي الجرجير زي الخس، لا أنا آسف الخس لا، عشان بجيب زي الخيار زي الجزر زي البطاطا زي الكوسة. الكلام ده اللي هو اللي بيحفز الذكر، تمام؟ مش تقول لي فيتامينات وكمية محدودة وابعت على فودافون. الكلام ده يا جماعة ملوش أي أساس من الصحة، ملوش أي أساس من الصحة، تمام؟ أنا قلت لكم اللي خلاص عليه ضميري، تمام؟ أتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.